بالخير اخوي حاتم، حياك الله في الحسا. اخوي حاتم جايني من المدينه الين الحسا وضارب مشوار. قبل لا يضرب المشوار قلت له عندك عرض طيب ولا لا تجي؟ شوف يا حبيبي يا مرتضى، قال لي والله بجيك بعرض مو بقوي، اقوى من القوي، واول مره يمر علينا في عروق المدينه عرضي هذه القوه. طبعا عروق المدينه يا اخوان متخصصين في تمر العجوه، واللي ما يعرف وما عنده خلفيه عن تمر العجوه، تمر العجوه الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم قال في تمر العجوة: من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة أو من عجوة المدينة لم يضره سم ولا سحر في ذلك اليوم. تمر العجوة يا أخوان له فوائد عديدة. شوفوا حجم التمرة يا أخوان كيف مليانة، أجود أنواع التمور عند عجوة المدينة وعند عروق المدينة. ناهيك يا أخوان عن حجم التمرة وكيف تجمل والكمية اللي في الباكج الواحد، زين يعني واجب انك تعطيها هدية لأي شخص يعز عليك، أبوك أمك شخص كبير في السن، ترى له فوايد عظيمة. وكلام الرسول في تمر العجوة كلام كبير يا أخوان، ودليل على أن التمرة هذه تحمل فوائد وقيم غذائية عالية. ناهيك عن الكلام هذا كله، المعمول من أجود وأطعم أنواع المعمول اللي أكلتها في حياتي، الله يشهد. افتح هشاشة في المعمول مو طبيعية. طبعا المعمول يسوونه فرش طازج ما يتأخر عندهم. شوفوا الهشاشة يا جماعة الخير، شوفوا كيف، والمعمول بتمر العجوة، يعني مو بس تمر عجوة، معمول بتمر العجوة. اعطيني أمانة رايك في المعمول، عطني حبة معمول. طبعا المعمول يجي بر ويجي عادي. سامع عمي ابو ابراهيم، المعمول عندهم يا جماعة الخير خطير. اخوي حاتم جايني من المدينة وجايب معاه عرض بطل، 4 علب معمول مع علبتين تمر، باكج كامل بكم؟ حبيبي مرتضى، اول شيء انا قبل اتكلم عن السعر هذا كله، اعتقد انك انت كفيت ووفيت عن المعلومات عن قيمة عن العجوة، لكن احنا حابين نضيف 3 نقاط مهمة. من يوم تأسس عروق المدينة من 3 سنوات ما في عرض سبق ولن يسبق هذا العرض. ما شاء الله، يعني هذا أقوى عرض، أقوى عرض في تاريخ عروق المدينة، تاريخ عروق وخصيت فيه متابعيني، متابعين بيض الله وجهك، ترى العرض والله بيض الله وجهك، مدة 24 ساعة فقط بإضافة، يعني يوم يوم فقط بإضافة خدمة تمار، وفي دفع عند الاستلام العرض بوكسين عجوة واربعة معمول بالعجوة كلها 169 ريال، شامل التوصيل والضريبة ويوجد خدمة تمارة. 169 ريال، اعلاني السابق كم كان؟ اعلانك السابق كان 219، من 219 الى 169 ريال. والسبب الله يشهد اني ضغطت على الرجال وقلت له ترى متابعين يستهلون سعر مختلف، تعرف محبتك عندي يا مرتضى، الله يبيض وجهك. هذا شيء. الشيء الثاني يا حبيبي